إلى ذلك تجددت المظاهرات الشعبية في مختلف المحافظات الإيرانية احتجاجا على سياسات نظام الولي الفقيه، بينما شهدت بعض المدن اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وخرج مئات المتظاهرين في مناطق باتت تفتقد السيطرة والأمن، حيث هاجمت قوات الأمن جموع المحتجين بالرصاص في عدد من المدن في العاصمة طهران ومدن في جنوب البلاد. وأشارت عدد من المصادر الصحفية إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى خلال اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مدينتي قم وكرج، وهو ما تعاملت معه القوات النظامية بالقمع والتنكيل، حيث قطعت خدمة الهواتف النقالة والإنترنت حتى لا يتسنى نشر صور التعذيب والاعتقالات التي يتعرض لها المواطنون الإيرانيون.